السلام عليكم، مرحبا بكم معي على قناتي جميلة بريستيج، وموديل جديد من الموديلات اللي كيكونوا دائما اعزاز على قلبي وانا كرتاح لهم صراحة هما الموديلات ديال الكروشي. كنعتذر الاخوات بزاف انني ما مدة هذه ما حطيت حتى شي موديل، ولكن راكم عارفين الخدمة ديال العيد. هاد الموديل البنات انا باقا خدامة فيه كما كتشوفوا، هذا راه جوزة او كنسميه كما كتشوفوا معايا لجنة القلب، وكنسميه الهرم او نص جوزة كيف كيتخدم. انا الله كنزوق في هذه، كندير ليها البريد. هذا النص هذا كملته، هذا القفطان البنات والجلابه ديالو كيف ما كتشوفوا معايا وكتلاحظوا انني راه خدمته بالكروشي رقم 12 والحرير مبروم. كالعاده دائما انا كنخدم على اربعه ديال الشعرات. البنات هذا الموديل انا غادي نخلي لكم الصوره ديالو على القناه كذلك على الفيس. الا بغيتوا هذا الموديل نخدمه معكم مرحبا، على الراس والعين، خليوا لي تعليقكم، خليوا لي كذلك الاقتراحات ديالكم، ان شاء الله انا غنطبقه عن قريب معكم بالحق. الا لقيتكم انكم كلكم يعني حبيتوا هذه الفكره وبغيتوا انني نطبق معكم هذا الموديل، فتقريبا الا وصلني اكثر من 100 تعليق فغنحطو اكيد ما نبخلش عليكم به. ما كانوش تعليق بزاف وما كانوش لجام كذلك بزاف، غنعرف ان يعني الموديل ديجا مخدوم والناس عارفينه، فما عندناش علاش نخدمو التكرار. فكما قلت لكم خليوا لي التعاليق ديالكم في التحت ديال الفيديو وان شاء الله نخدمه معكم، وكنتمنى انه فعلا يعجبكم لانه فعلا كيستاهل يتخدم. كما كتشوفوا معايا راه هو الموديل ساهل ودغيا كيطلع صراحه، وكان هنا اقتراحات يعني ممكن لما بغاش يخدم بريد فراه يخدم بالعقيق، نعمروه بالعقيق راه ماشي شرط. انا فقط خدمته بالبريد لان مولاتو صراحه هي اللي بغاتو بالبريد. كما قلت لكم نتمنى انه يعجبكم الموديل، ولا عجبكم اقترحوا لي اقتراحاتكم وخليوا لي الطلبات ديالكم في التعاليق. اللي باقي ما شاركش معايا في القناه يشارك وضغط على زر الجرس باش يوصله دائما جميع الفيديوهات يوصله الجديد. واللي مشاركين معايا في القناه فمرحبا بكم لان هذه قناتكم، وكانت معكم جميله على قناتي جميله بريستيج.